اتعلمت وقت الموتوسيكلات يا شباب. اولا عشان تركب الموتوسيكل بتاعك لازم تركبه من عند السناده، بيبقى اسهل في الركوب. فانت ركبت الموتوسيكل خلاص، وقفت عليه، فتحت المفتاح، لو الكيل سويتش بتاعك اون الموتوسيكل مش هيدور، لازم تدوس عليه كده يبقى اوف. دي اون وده اوف. لما يبقى اوف ممكن تدور الموتوسيكل عادي. دولت الموتوسيكل، قبل ما تطلع لازم تاخد بالك السناده لسه على الارض، فانت لازم تشيلها. لازم نفهم الجيلز، ايه الجيلز دي؟ النقلات يعني. بالنسبه للناس اللي سايقت مانيوال قبل كده عربيات او كده هيبقوا فاهمين شويه، الناس اللي ما سايقتش خالص في حاجه اسمها الاول. الاول ده بيبقى اول نقله تحت، النقله اللي تحت تمسك دي بلاش، جبت النقله الاولى دي اول نقله، دي التاني اللي هو الان. طبعا لو جبت الموتوسيكل قد شويه ممكن يبقى فيه الجير انديكيتور. ايه الجير انديكيتور؟ اللي هو ده جير بيقول لك انت في الجير الكام. هنا عشان انا في النيوتشل فهو جايب العلامه دي. الجيرز دي ماشيه ازاي؟ ده الاول وده النيوتشل، الان المول سموه اي حاجه، وده التاني. فالاول عندك بعد كده الان وبعد كده النيوتشل التاني، يبقى اول نيوتشل تاني، بعد كده تالت رابع خامس، لو الموتوسيكل فيه سادس يبقى سادس. اغلب في موتوسيكلات في السادس، بس اغلب الموتوسيكلات الموجوده في مصر فيها السادس. يعني نبدا بشرح الاجزاء الموجوده في الموتوسيكل. اولا ده اسمه ده الجاز، ده البنزين، ده هو ده البادل بتاعت البنزين. بس في الموتوسيكل تبقى في ايدك فضل من قدام. الافضل افضل استخدام ليها ان انت تستخدمها بالنسبه لي بصباع واحد، في ناس تستخدمها صباعين، بس هو اهم حاجه ان انت ما تبقاش خايف، عشان انت لو خفت ودوست جامد هتقع. دي نقطه. النقطه الثانيه الدبلاش، نفهم الحاجات اللي فوق الاول بعد كده هشرح لكم الحاجات اللي تحت. الدبلاش ده لما تدوس عليه، للناس اللي سايقه 8 ولا كده اكيد فاهمين ان انا عشان ادوس على دبلاش عشان انقل، هجيب النقله الاولى او النقله الثانيه او النقله الثالثه وهكذا ما بين كل نقله. بالنسبه للاول هو اهم نقله، يعني عشان اصعب نقله في الطلوع. لما تيجي بتطلع بالموتوسيكل الموتوسيكل بيفصل منه طبعا العجله اللي ورا، ودي طبعا النقلات زي ما قلنا في اول الفيديو. طيب بصوا، اولا بقى عشان ايه نبدا السواقه، دلوقتي انا هجيب الاول. خلاص جبت الاول، بصوا اسهل طريقه لتعليم السواقه، لان انت لو عملت الطريقه الطبيعيه اللي هي تدوس بنزين وتسيب بالراحه ومش عارف ايه، الموتوسيكل هيعمل منك كده في الاول وانا جاي مبطل. تمام، ايه الطريقه اللي انا بعلم بيها الناس وبنصحهم بيها؟ اولا الدبلياش هتستخدمه، بس هتسيب الدبلياش الموتوسيكل هيفضل ايه، مش هتفضل ماسك في البنزين بالراحه جدا لحد ما الموتوسيكل تحس ان انت متمكن منه، ترفع رجلك بالراحه وتسيب الدبلياش. بس انا كل ده مش لامس بنزين خالص، انا مش لامس البنزين اصلا، انا ماشي بالدبلياش. يا جماعه نسيت حاجه مهمه قوي، انا متدسر بقالي فتره ما بعملش فيديوهات، بس احنا رجعنا نبدا نعمل فيديوهات تاني بمحتوى اقوى. هتتعلم بالراحه ازاي بقى ايه، يعني مش مهم الحوادان دلوقتي خالص، المهم تمشي في ستيت لاين بالدبلاش بس. انا كل ده ماشي بالدبلاش بس، ما دوستش بنزين، لان انت لو دوست بنزين الحاجه اللي احنا مش عايزينها ان انت تمشي تو جو تو فاست وتمشي بسرعه زياده عن اللزوم ملهاش اي لازمه، هتقع. وده اللي الناس بخاف منه. انا كل ده ماشي بالدبلاش بس، بس هو الافضل ان انت تمسك ايدك الاثنين. استخدامك للفرامل هيبقى كده بالراحه جدا، اهو موتوسيكل وقف، تاني طلعت بالراحه، استخدمت الدبلاش. بالنسبه للحوادث لما تيجي تحود عامه هتحس ان الموتوسيكل بيضوء خالص وهيلبس في اي حاجه، وانت اصلا يعني هو الموضوع اسهل من كده بكتير لو حسبتها. فبيجي لنا هتحس ان انت في حاجه غلط، الموتوسيكل بيضوح منك زياده عن اللزوم، فالموضوع غريب شويه. الموتوسيكل لما تيجي توقفه المفروض تمسك دبلاش على الاخر وتدوس فرامل حتى ورا قدام اللي رايحك عادي، بس لو اما تيجي تركنه حاول على قد ما تقدر لما تقفله تقفل الكيل سويتش الاول، كيل سويتش اون، بعد كده تقفل الموتوسيكل. من انت بتيجي تفتحه هتسمع صوت فاره كده صغير، صوت الكلومبه، تسمع صوتها بتدور، ده يفضل يعني. في موتوسيكلات عامه مش بتدور من الزرار بس، يعني حتى لو انت جايبها على النيوترال او الان لازم تكون ماسك دبلاش، زي سوزوكي، السوزوكي مثلا ما بتدورش غير كده. هتتعلم فين؟ ده سؤال مهم. انا شايف ان الناس اللي في اسكندريه يتعلموا في فاركينج كالفود، الناس اللي في القاهره عندكم حاجات كتير قوي، بس ما اعتقدش ان انا اعرف في، مش عارف اكيد انتوا عارفين اكتر مني يعني. ف مول مصر تقريبا الجديد ده في جراج كبير جدا، حاجه مهمه جدا ان انت تتعلم في الجراجات. ليه؟ عشان ما فيش حد زي ما انا بعمل كده، عمال الف واتعلم بالراحه جدا، ولا حد واخد باله مني، ولا حد حاسس بيا، حاسس ان لو قاعد حد هيشوفني في الخباثه بقى. ها انا كنت ماشي بدي بلاش بس. انا اشوفكم في الفيديو الجاي يا شباب.
ولو عندكم اي افكار فيديو تكتبوها في الكومنتات وانا هعملها ان شاء الله.